أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يعدد وأن يخفي زواجه عن زوجته الأولى، وطلب من زوجته الجديدة أن تقبل بتقصيره وعدم عدله بحجة زوجته الأولى، وأن لا يؤثر على نفسية أولاده، فهل له في ذلك إثم؟ أعد. رجل يريد أن يعدد وأن يخفي زواجه عن زوجته الأولى، يعني يريد أن يتزوج بالثانية أو تزوجها ربما، وطلب من زوجته الجديدة أن تقبل بتقصيره وعدم عدله بحجة زوجته الأولى، وأن حتى لا يؤثر على نفسية أولاده، فهل في ذلك إثم في تقصيره يعني؟ هذا فيه تفصيل. فإذا كان يريد أن يجعله سراً بحيث لا يعلم أنه تزوج أصلاً فهذا حرام، ونكاح السر محرم، ولا بد من إعلان النكاح. أما إذا أراد أن يخفيه عن زوجته وأولاده ولكن يعلن هذا النكاح في دائرة الزوجة الثانية ويعلم أنه متزوج بها ولكنه يريد أن يخفي الأمر عن زوجته وأهلها وأولاده لمصلحة يراها، فاشترط على الزوجة الثانية أن تسقط بعض حقوقها ورضيت هي بهذا، أعني الزوجة الثانية، وهو يريد النكاح الشرعي الذي من أهم صفاته إرادة الديمومة والاستمرار وإرادة الولد، غير أنه يطلب إسقاط بعض الحقوق، فهذا جائز لا حرج فيه. غير أني دائما أوصي الإخوة بالوضوح وأن يكون شأنه واضحا وألا يجعل نفسه موضع ريبة ويكون كاللصوص يتسلل لواذا ويرتاب دائما، وإذا لمحت الزوجة الأولى بكلام قال ها عرفت، ويبقى طوال الليل يهوجس ويحسب ونحو هذا، فلا أرى في هذا مصلحة ولا طمأنينة قلب ولا حصول سكن. فأنا دائما أوصي أقول إما أن تعدد على الظاهر وإما أن تكتفي بواحدة، إما أن تعدد على الظاهر وإما أن تكتفي بواحدة، إلا إذا كان الإنسان لم تكفه الأولى وخاف على نفسه من الزنا ولم يرد أن يظهر هذا لزوجته فتزوج على ما ذكرنا فلا حرج إن شاء الله. وأنا لا أحرم على كل حال، لكن أنصح أقول من يريد أن يتعدد من يريد أن يعدد فليعدد ظاهرا كما تزوج الأولى يتزوج الثانية، وإلا فليكتفي بواحدة، هذا من باب النصح لا التحريم، إلا إذا كان كما ذكرنا في الحالة الاستثنائية. وأما الحكم الشرعي الذي أفتي به فهو ما قدمته من تفصيل. نعم.